اكتشفت شيء جديد في الشباب. اكتشفت ان احد الشباب مدرب. مدرب ايش؟ مدرب لياقة؟ لا. وشو؟ مدرب يصنع خطط ويحط تشكيلة ويوزع ويحط خطة هجومية خطة دفاعية. قرديم. قرديم الكاريزما. ايه. طيب ورونا المقطع حق قرديم يا شباب، حق عمر هذال، عرضوا لنا الله يعطيكم العافية. توزعوا يا عيال في اللوكيشنات، خمسة خمسة واحد راس حربة، ستة اثنين. توزعوا يا عيال في اللوكيشنات، خمسة خمسة واحد راس حربة، ستة اثنين. توزعوا يا عيال في اللوكيشنات، خمسة. طيب علي، عمر هذال قاعد يوزع خطة الشباب على اللوكيشنات، 4-4-2 4-4-3. انت شو تشوف الخطة الناجحة في؟ شوف، اتوقع ان اللي حسب فهمته هي على شيئين، يعني ان عمر هذال حاول يلمح للشباب ما فهموا، او ان عمر هذال يبي يصرف الشباب، او انه انفقعت سبده. لانه مو معقول يبدا البث يصلوا العصر يقعدون في الخيمه هنا لين ذا العشاء ممتاكين. طيب المخرج اذا هم متاكين غير، اذا في احد في مكان ثاني. كلهم فيه هنا، ما في احد نايمين ولا هنا؟ انا نايمين ولا هنا؟ المخرج وده بالحياه، وده يصنع، وده يتغير، بس الكل هنا. هذه مشكلة. هم 10 صلوا وجلسوا بس، والباقيين نايمين. حاول يطلع عمر هذال يبغى يسوي نفسه انه هو اللي بيطلع المهاجم، لقى المخرج سحبه يرجع مرة ثانية يتوقع في المقطع ده. انا شايفه حاول يطلع شوي ثم الموضوع يدور الرجال وينه، قصدي الضفدع وينه. الضفدع وينه؟ ما قدر، ما لقى ضفادع هنا، رجع لقى ينت المسيح فجلس للكاميرات. فالموضوع جدا يعني غير جيد. وانا طرحت فكرة صراحة على الإدارة، ومتأكد انها يعني جميلة والله لو طبقت، والله انت تلقاهم متعثورين في ذا المنتج. مشكلة اليوم نشرحها الناصر 10 دقائق، قال اذا تقابلنا ثم سحب نفسه وطلع. هو ميزة ابو عبد الله، ميزة اعلمك، انا اشتغلت مع عبد الله كذا برنامج. ابو عبد الله يتميز بصفة توفير الطاقة. وش صفة توفير الطاقة؟ يريح مخه. لا 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 لا، فتسب اذا قابلتك كلمتك، قابلك شغل اضاءه كامله سحب عليك. ابو عبد الله طيب انت افهم، انا عندي شغل الان، عندي مشغول، احنا في البرنامج خلنا نناقش. الفكره حلوه والله، جميله وممتازه. انا ما ابغى احرقها للجمهور، لان لو حرقتها الان خلاص ماتت الفكره، ما اقدر اقولها. الفكره جدا جميله، لكن باذن الله اوعد الجمهور ان اذا ما طبقت في نهايه البرنامج حقولها ان شاء الله، بس يذكروني فيها اني ما انساها. اذا ما طبقت احرقها تماما. لا راح تطبق، والفكره ممتازه جدا باذن جداً. لو طبقت ما عاد نحتاج مدرب قرديم، هذا بتسوي كل واحد مدرب من نفسه. طيب كيف شايف؟ انا متابعه البث الشباب في الرياليتي في تقاطع اصوات، يعني